من الأمور السلبية اللي يقع فيه كثير من الناس عندما يتناقلون حكمة أو مثلا من الأمثال فينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام ظنا منهم أنه حديث، ثم يفهمونه فهما خاطئا. مثال قولهم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا الكلام أولا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا معناه ليس كما يظنه كثير من الناس، لأن معناه يتضمن الزهد في الدنيا وعدم الحرص عليها. فقولهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني أمور الدنيا على التراخي، ما ينبغي أن تشغلك ولا ينبغي أن تستعجل عليها أو تسابق من أجلها، فما لم تحصله اليوم تحصله غدا، فلا تهتم إذا فاتك شيء من فرصها لأن خسارتها ليست خسارة، بخلاف أمر الآخرة لا ينبغي التأخير فيها لأن خسارتها أعظم خسارة، ولا ينبغي تأجيل عمل اليوم إلى الغد.